تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، أقيم أمس على صالة الاتحاد البحريني لذوي العزيمة حفل ختام مهرجان البحرين للريبورت 2019، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم على مدار يومي 9 و10 من مارس، والذي شارك فيه عدد كبير من طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إن هذا المهرجان يعزز من ثقافة وفكر الإبداع والابتكار في الحركة التعليمية، بما ينعكس على تطوير وارتقاء مخرجات التعليم، وذلك عبر تشجيع الشباب البحريني على إظهار قدراتهم وإمكاناتهم في عالم الروبوتات، والذي يسهم في تطوير المهارات التعليمية ويمنحهم الفرصة لتوسيع مداركهم ويطور من مهارات الاتصال والتعاون وبناء القدرات لاكتساب معارف جديدة ذات صلة بتطوير التعليم. تابع سموه قائلا إن إقامة مثل هذه الفعاليات العلمية في مملكة البحرين له دلالات واضحة وانعكاسات إيجابية على ما وصلت إليه الحركة التعليمية من مستوى متطور، أسهمت بتحقيق منجزات حضارية انعكست على نهضة وازدهار وطننا العزيز، والذي يشهد في عام 2019 مئوية التعليم ببدء التعليم النظامي في البحرين، وذلك بافتتاح أول مدرسة في عام 1919 وهي مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق. وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالجهود الكبيرة لوزارة التربية والتعليم في تنفيذ البرامج والفعاليات الهادفة للارتقاء بمخرجات التعليم، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع، والذي ينعكس على نمو الحراك التعليمي. مهنئا سموه الفرق الفائزة في هذا المهرجان، ومتمنيا سموه حظا أوفر لبقية المشاركين في المشاركات القادمة. في كلمة له خلال حفل ختام مهرجان بحرين للريبوت، رحب وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم الدكتور فوزي عبد الرحمن الجودر، رحب بسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة والحضور، ومعربا عن فخره واعتزازه بما يحظى به الشباب البحريني من رعاية ودعم من سموه في كافة المجالات والميادين، لا سيما مجال الابتكار وعلوم التكنولوجيا، ومؤكدا أن ذلك يعكس حرصه واهتمام سموه على ترجمة توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمواصلة النهوض بالقطاع التعليمي في البلاد. بعدها كرم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الشريك الاستراتيجي للمهرجان تمكين على دعمه ومساهمته لإقامة هذا المهرجان، ثم كرم سموه الفرق الفائزة بالمراكز الأولى. في ختام المهرجان قدم وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم هدية تذكارية لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بهذه المناسبة. سعياً لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في الحركة التعليمية، يأتي مهرجان البحرين للروبوتات 2019 ليعكس مدى التطور الذي وصلت إليه المؤسسات التعليمية في تنمية المهارات العلمية لدى الطلاب. وعظيم الامتنان إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للرياضة والشباب ورئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى على تفضل سموه ورعاية المهرجان، وبلا شك يعكس اهتمام سموه بالتعليم والتكنولوجيا والابتكار، واحنا نسعى دائما ان نقدم ما هو جديد وما هو متطور في هذا المجال لما له دور كبير جدا في تنمية قدرات الطلبة. هذا المهرجان هاجسه الأول تأهيل الطلبة للابتكار باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات التي من شأنها تقديم الخدمات للمجتمع، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. التجربة جدا كانت رائعة، تنمي عند الطالب الإدراك، تحدث أفكارهم، يتعلمون شغلات جديدة، يبحثون عن حلول إلى مشاكل يعني مستقبلية بأفكار علمية بشكل إبداعي. والله كانت تجربة وايد حلوة، لأن شاركنا في
انجاز حق المدرسه، حققنا انجاز حق المدرسه. هو مشروعنا كان عباره عن روبوتات صغار تتنافس على كره من ياخذ نقاط اكثر ويحققها وياخذ المركز الاول. سعادة ارتسمت على أوجه الطلبة الذين توج مجهودهم بتكريمهم من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الداعم الأول للابتكار في مملكة البحرين. من ختام مهرجان البحرين للروبوتات 2019، حيث التقينا بالعديد من الطلبة والطالبات الذين شاركوا في هذا المهرجان الذي دعم لديهم القدرة الإبداعية والعلمية، وليكون محطة سنوية حيث يلتقي الطلبة لعرض مشاريعهم المبتكرة. ياسمين السعيد لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.